السلام عليكم الدراري، جيت اليوم للمقبرة باش نزور واحد الصديق امريكي اللي كان صاحبي بزاف وتوفى. جيت على المقبرة وهو كان مات بواحد الحادث سير، وباش مات سكران، كان عزيز عليه هاد الشراب، وهاد الشراب هادي القرعة اللي مات بها هذا الكسيدة. وجيت نتفكروا في القبر ديالو، جبت له الورد والقرعة اللي عزيزة عليه، بغيت غير نوانسو ونضرب انا ويا شي كويس باش نتفكروا باللي راه ما نسيتوش، وباقى الذكرى ديالو لحد الان ديما كنتفكروا. ومن الصديق ديالي كان سميتو ستورز، امريكي، كان الجار ديالي هنا في امريكا. انسان هو اللي ما ينساش ميت ديالو، ويا ربي ترحمكو، كنت من لك المغفرة. يبرتشها على راسك، كتجي وحدة سميتها سعاد ولا زوليخة ولا زينب، كتجي تقطع الكودن تسحر بيها. واش صاحبي تلميت ما كتخلوش يرتاح؟ تمنيت نموت، تمنيت نموت 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 نموت. وفينا بروز؟ معكم تراكر بايلوت. جيت الدراري غير المقبرة ديال النصارى واليهود، بغيت نوريكم المقبرة ديالهم كي دايرة والجمال ديال المقبرة. أنا في هاد اللحظة بغيت نموت، تمنيت نموت تدفنوني هنايا. شنو المقبرة؟ نتحداك تلقى فيها زبلة طايحة، في الزبل ما كاينش. واش أنت في المغرب كيدفنوك كيجي واحد كيحط عليك قرعة ديال الشراب، واحد مدخول صاحبته يبرتشها على راسك، كتجي وحدة سميتها سعاد ولا زوليخة ولا زينب، كتجي تقطع الكودن تسحر بيها. واش صاحبي تلميت ما كتخلوش يرتاح؟ شو الموت؟ شو الموت؟ اوجه الموت، شو الموت كي دايره؟ الموت مرتاحه كتموت، شو كيديروك في قبر مقيوم عليهم بعشرات المليون، وكيدفنوك مرتاح، وكيجيبوا لك الورد كيتفكروك. والله العظيم الدراري بغيت غير نشير معكم هذا الفلوغ ونوريكم النصارى شو القبوره كيفاش دايرين. القبورة شو الجمال، القبر كي داير. المهم بروز، هذا مكان is all the boy trucker piled. Yo, you know, peace and love. See ya.